القصه تاع مسحود انا يا دابا ما مجواش ما والو وما نكذبش عليك حلفت انا تربي شي حيوان وربيت اليوم مسعود باش نديرو ولدي علاش انا ما مجواج ما والو وما دايرش العشران وكشي ودرت انا يا مسعود هو عشيري هو صاحبي هو خويا وحسن لي انا حيوان على الجواج ولا حسن لي حيوان دابا ربيت عليه الكبده وكلشي كنت في الاول تنضرب انا 6 مضاربات في النار كاين اللي ضربوه كاين اللي شدوه كاين اللي قعد تنضرب معاهم 6 مضاربات في النار دابا ولفني في الاول ما كانش مولفني ودابا ولف طالع في شهرين دابا عندي جبتو باقي عنده شي شهر كنت شريت لي رضاعه من الفرماسيان شريت لي الحليب طارو ب 1600 من الفرماسيان شويه السيمانه الاولى ما بقاش يضرب لي الحليب السيمانه الاولى كان ضرب لي الحليب السيمانه التاليه ما بقاش يضرب لي الحليب شويه وقال لي واحد الفلاح صاحبي سياسين قال لي ولي وكل الشكلاط باش يولي يتبعك ولي تنوكل الشكلاط باش يولي يتبعني شويه تندير ليه الزرع شويه تندير ليه النخاله صافي ولا بخير معايا ولا ديما تيتبعني عزيز عليه الشكلاط ماروخه ها الشكلاط كلشي يلا نعس 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 يلا نعس او نعس تيتصنط لي او نعس يقول لي نعس ينعس يقول لي جي جي يتبعك تيتبعني كلشي ويفهمني يا اسكت زقا زقا نصور شويه ونمشيو زقا غنصور ونمشيو سميتو مسعود سميتو مسعود واسميه عجبتني وكلشي الناس كانت يقولوا لي سمي مسعود نسمي مسعود وسميتو مسعود والناس يقولوا لك سمي هذا الواحد الشريف وانا سميتو هذه السميه زوينه عجبتني مسعود حنين ونقي ماشي دابا مع البرد وكشي ما نقدش نعومو ديك الشاش هو بغى ينعس هاي يلاه نعس هنا ها هو نعس غنقول ليه زيد نعس ينعس هو لا ديتو لشي جرده ولا شي حاجه وبديت ياكل ليه ونزلت بعدت عليه هو حاجه اللي تخاف منها تخاف من الشتا العتارس كلهم تيخافوا من الشتا تقول ليه مسعود الشتا تصب تيجي يجري تيفهمها تيفهمها واخا الشتا تكون الشمس وكشي ولا شي تتقول لي مسعود الشتا تصب تيجي يجري وتنعس عند صاحبي في واحد الكوري وماشي ولدي تينعس في كوري راه صاحبي عنده شي الله يسهل عليه عنده شي 100 نعجه وتينعس هو واحد الكلمه ماشي نعس في الكوري ولا شي حاجه خصك تولي الصباح الصباح تجي عندو توكلو تشربو بوحدو حيدو من الغلم يولي تبعك تينعس نعس هنا نعس لي هنا نعس هنا يلا نعس هنا ها هو شنو هو تنعطيه الشعير تيموت لي عندنا الشعير النخاله الذره الزريعه الحمص الشكلاط تيموت لي على الشكلاط والحزن الماكله اللي عزيزه عليه خضره والخص موت على الخص لا ما عمري وان شاء الله غادي بغيت ندير ليه كارني ندير ليه كارني دابا الطبيب تيدير لي واحد الطانقه في ودنه وهذيك الطانقه فيها النمره والنمره تتكون في الكتاب في الكارني باش لا توضر لك ولا خونوا لك شي واحد تمشي عندو تقول لي عطيني العترو الساعي تقول لي عطيني العترو الساعي ما تيبغيش تلحق مع البوليس البوليس تعطيهم لاكارت الكارني تاعو تيشوفوا النمره في ودنيه راه ودنيه النمره الا بغيتي تحيدها غتحيد ليه ودني ما عمرها تحيد النمره ما طريكيل تاعو تتقلب عليه وراه مولفو بحال موضر لك ولدك صغير راه بحال موضر لك ولدك صغير وانا واحد
واحد الكلمة أنا ما تنصب، أنا ما تنصب الشا ولا شي حاجة، ناعس وما ناعس في الدار، خصني نمشي عندو نضرقو ونغطيه على البرد ولا شي حاجة بحال ما ناعس. هو مسكينة تيشوف الشا تيخاف منها مسعود، أتنحطو في ظهري تيرتاح، وأي واحد يغوت عليه أنا دارني تيشدو سليم، شدو حداه تيقولوا لي مسعود أجي ما تيجيش، تيشم فيا أنا تيجي عندي. ماشي شي حاجة. لا يلا غادي نشري لي هذيك الركابة اللي تاع الدراري الصغار. أييه. غنديرو هنا ونركب معاه فين بغا، طرام أنا الكار اللي غايقول لي الكار اللي غنركبو في الكار ويقول لي الكار هودو للصندوق، لا، شحال البلاصة؟ غادي لمراكش، شحال البلاصة؟ 100 درهم، أنا نعطيك 4000 هيبريك حدايا. لا ما نخشيش في الصندوق، ولا بغيت تخشى في الصندوق نخشى أنا وياه في الصندوق. فين ما مشيتي تدي؟ فين مشيت ندي معاه؟ وأنا. عرضوا عليك الناس ديالها. اللي ما بغان، اللي ما بغاش مسعود ما بغانيش أنا. اللي ما بغاش مسعود ما بغانيش أنايا. أنا مسعود عزيز عليا وخويا وصديقي وهو اللي يديروا عشيري. ما دير. تنعاود لي تيضحك معايا تنضحك معاه واحد السون، شوف هيطرى لي واحد السون يبغي يحك. تنقول لي حيد غادي نحك لك انا، تحيد راسو انت نحك لي انا، والله حتى تيبغي يحك، ها هو تيبغي يحك، ها شوف هو ملي تيبغي يحك تيحك هنا تنحك ليه تيزقى، ها هو نعس، يلا حط راسك هنا ونعس، حط راسك هنا ونعس، يلا كاين محافظ وحط راسك هنا ونعس، واي واحد يشد يبقى يغوت، وواحد الحاجه من تمشي عند ذاك الدري صاحبي عنده شي 100 نعجه تنغوت عليه مسعود تيجي يجري. ما عارف راسو مسعود اجي تيجي يجري عنفو حداك ضربو حداك لا ما يضربوش انا واحد مول القهوه هنايا واحد القهوه قهوه الذهب هنايا بديت ياكل في المحبق انا ما صيفطوش ياكل المحبق تيجي واكل جاب لك تبريه راك نهار من اختو صغير كنت ست مضاربات في النهار كنت نضارب هنا كاين اللي بغى يشدو كاين اللي بغى يشدو من كرونو كاين اللي محبق وبغى يضربو بغى نضارب معاه قلت ليه دار معايا بشحال هذا المحبق طالع نشريه ليك ما تضربوش. وما تجوش ما نكذبش عليك الجواج هو المصاريف وما عنديش فين نسكن باش نتزوج كون عندي فين نسكن ساهل نشدو مره نمشيو نتزوجو نبقاو ندورو بها مره هنا ومره هنا ومره هنا حتى حنا راه عندنا خوتنا ما بغيناش اللي يضحك على بنت الناس فهمتي انا ولا مسعود ناخذ بجوجهم اللهم ناخذ مسعود مسعود عشيري وصاحبي وكل شيء ناخذ مسعود انا انا تنبغي مسعود قبل ما تنبغي المراه ما نفرطش مسعود واخا يكبر وشحال واحد يقول لي بيعوا لي وكشي بيعوا لي بيعوا لي ما تنبيعوش انا واخا يعطيني 60000 ريال ما نبيعو ما عمر بنادم يبيع ولده ولا صاحبه ولا خوه يبيعو ب 60000 ريال انا صاحبي هذا عطوني فيه 60000 ريال باقي صغير تيشعبوا دابا انا عطاني 60000 ريال غيولي يتبعو دابا الناس عطاك 60000 ريال باش يديك اللعبه تاع يولي يتبعني راه ما عمرو غيتبعك راه مولفني انا راه مولفني انا شريته في السوق السبيت شريته ب 30000 فرانك شريته ب 30000 فرانك وما غتحسبيش شحال طالع لك الماكره راه تياكل وما نقدش نقول لك الحليب الحليب راه اي واحد تيدوز من هنا تيقول لي بسم الله هاك 400 بغيت يشرب الحليب تيشربوا الحليب الشعير راه تيعطيو لي واحد الدري العربي مول التبن واحد خينا في درب السعد عطو الطاحون ديما مسكين النخاله تعطيني ميكا كبير في جوج كيلو ماشي شي حاجه هو كان تيشرب الحليب في الاول تنصرف عليه رزقو كلشي اللي شافو تيعطيني تيقول لي هاك 400 مول 1000 ريال هاك شري لي الحليب شريت لي الحليب من الفرماسيان ب 1600 وشريت لي الرضاعه ب 40 درهم من الفرماسيان الفرماسيان تاع السبيت صافي سيمانه ما بقاش بقى لي الرضاعه ولا بغى شي حاجه خضراء ولي تنعطيه الشعير لا والله ما ناكلو اخويا يونس لا لا ما نقدش نديرو في الشوايه شي شوايه ما عمري غادي نديرو لا نبخرو لا نشويه لا نرقدو لا والو الشي هذا ما عمرك غادي تشوي ولدك ولا دابا ولدك تخرج الزنقه ولا تعطل تنوضي تقلبي عليه راه بحال هذا انا راه ناعس في الدار وصبات عليه الشتا خصني نجي نقلب عليه فين ناعس خصني نضرقو هما ما تيخافوا من الشتا انا واخا يعطي ما نكذبش واخا يعطيني 10000 درهم والله ما نبيع شي انا مولف والله واخا يعطيني 10000 درهم لا ما عمري غادي ناكلو يونس هذا مولفو وصاحبي وصديقي نقول لك بغيت نسولك واسمح لي يا يونس انت من صغرك ما درتيش العشران صدقوا ليك ما صدقوش تجي عند يا يونس هضر معايا قدام الكاميرا زيد اخوه السؤال اللي غنسولك وما تكذبش عليا انا عارفك ولد البلاد ولد الحي محمدي والله يسهل على خويا يونس ووليداتو والمدام والميمه تاعو يونس اخويا قلتي لي هذا غادي تاكلو شحال عاشرتي تاع بنادم من صغرك صدقوا ليك ولا لا ما صدقوش ليك
وتيقولك واحد المثل تانا عاشرت الناس بزاف وما صدقوش ليا، نعاشر حيوان غيصدق ليا وحسن ليا من بنادم، حاشا الله حسن ليا من بنادم. اي واحد عاشرتيه من صغرك صدق ليك، وكلتيش انا عرفتك يا يونس وعارفك ود البلاد، شحال وكلتي وشحال شربتي وتنعاشرتي بزاف، باقيين عندك؟ لا والو خلاص. راه اي واحد مغربي تسولو هذا السؤال يقول لك ما بقاو الصحاب. انا حسن ليا انايا عتروس صاحبي نوكلو نشرب ونعس حدايا، نمشيو انا وياه للحمام للدوش للبحر، اي حاجه ندير انا وياه. هو خويا يونس ود الحي محمدي ود درب مولاي الشريف، اصلا ماشي شي واحد جاي من العروبية ولا شي، اصلا ولد درب مريش، لا لا ولد الناس وعاشر الناس، هو عاشر الدراري صحابو اللي كان تيعطيهم الفلوس كان يكسيهم ويصبطهم. انا عاشرت يونس. تيقولك واحد الحاجه ما كاينش شي واحد، نقولك واحد كلمه اسمي اختي فاطمه الزهراء، كاينين شي وحدين تابعينك على فلوسك. اطيب خلق الله وبسيله عندنا في الدوله، تابعينك على فلوسك. خلق الله تابعين عندك الفلوس غيتبعوك، ما عندك ويا تشل جديد المولاي عبد الله باقي صغير انايا، وما عندوش عطيتيني بلاصتك، ما عندوش فين ينعس. طحت معاه انايا، طحت معاه مع جوج الليل في مولاي عبد الله في المحرق، قال لي ما عنديش فين نعس. عطيتيني بلاصتك يا بيسي، بلاصتك 18 باير باقي جديد، خليني نعسها في الحصيره ونعسها بخير ارتاح. والتحيه للرجال السيوف الثقال للرجال. دابا اختي فاطمه الزهراء انا دابا مابقاش نصوم، خويا معاد هو اللي قال لي واحد اليامات قال لي ما تبقاش تاكل تاكل، راه المرض غادي يجيب لك المرض. وانا بقيت انا كنت نقول لله هانيه، انا ما عارفش هانيه. والتحيه لك اختي فاطمه الزهراء والتحيه لخويا سعيد. انا ما بقيتش نصوم ما نكذبش عليك، وهالسبب سعيد باش ما بقيتش نصوم ننسونين هيا، وما بقيتش ندير التحدي هاي هاي، ما بقيتش ندير التحدي هاي تعزيل صافي. الماكله تجيبها المرض، وانا كنت ناكل وما عارفش تمشي تدوز. صاحبي قال لي سير دوز، وسقطني واحد اختي نجمه الله يخليها ليا، قالت لي سير دوز سير شوف تاكل ساعه غادي الطوارئ سير دوز. من مشيت لدوز لقيت خزار فيه 14 والسكر 14 هو يخرج لي البر. وما نكذبش عليك وانا بغيت نحيد انا بغيت نحيد، وعاشرت صاحبي باش نبدل حياتي. عاشرت صاحبي نخرج معاه ندور انا وياه نعيشوا الحياه، ندوروا لاي بلاصه نمشيو لها، نمشيو حمام نمشيو لدوش نمشيو للبحر نمشيو للغابه. معاك الحمام؟ ندي ندخلوا الحمام والله تنديروا في ساكو ندخلوا الحمام. شحال من يدخل الحمام ويبرك معايا في السخون، هو غيبرك نقول ليه بريك غيبرك، غيبرك معايا في السخون نحك ليه شويه نعوم هو بارك حدايا ونكب عليه ونخرجوا به. لا لا بغيت نحيد الماكله، ما واخا هاد البرد تدقه، اما تدقه تتنوض اي حاجه اللي حطوك تاكل. هي الحلو ما بقاش لا الحلو ما عندي ما ندير به. الحلو راه بقيتي تاكل الحلو في الاخر تمشي للغفران. وايا مات الفطور كنت نضرب 24 جبانيه تاع الحريره 12 بطبوطه تقاوت الشريحه تمر كنت نخلط قرعه كبيره تاع العصير وناكل مع الدار لاطا. معكم موعد اللي كيصور لي فيديو ديال بيسيله وكيمونطي لي فيديو. بالنسبه لواحد الحاجه بغيت نقولها، بيسيله ما كانش واعي بالخطوره ديال هذا الشيء، ما عرفش راسو عمرو مشى على الطبيب عرف باللي راه عنده السكر فهمتي، وشتا الناس ما فهمتي ما كانش واعي، يعني كان خاصو شي واحد اللي غيوعي بالخطوره ديال هذا الشيء. هو كان كيقول ولكن مسكين ما كانش فاهم ما داريش ما عرفش انا تناكل ما عارف. حتى مؤخرا الا لاحظت شي الا لاحظت شي مؤخرا قلت لي بيسيله خاصك تشوف الطبيب خاصنا نبدلوا الكونتوني، ما يمكنش تبقى تهلك في صحتك وكاك. هي فاش مشى الطبيب قال لي راه فيه قال لي راه تصاب فيه سكر، وقال لي خاص الطبيب خاصك تحاول على صحتك. لا حيت صافي حيت وانا حاجه اللي خرجت بها في التحدي، ما عمر شي واحد تحداني ما نكذبش عليك. هو اللي كتشد السكور، هو اللي كتشد السكور، هو اللي كتشد السكور. انا كنت نتمنى نهار يتحداني شي واحد غنخرج من الماكله، وحمدت الله وشكرت وتنحمد الله وشكرت ما تحداني حتى واحد وخرج بوحدي تنتمنى من مشاهدين يعاونوني. ما عنديش انا فين نسكن اختي فاطمه الزهراء، مره نعس عند خويا في الشلالات، مره نعس عند اختي في سباته، مره نعس عند اختي في واد الذهب. ما عنديش انا قلت لي بحال قلت لي شي دلو ما عنديش فين نعس، وتنتمنى من المحسنين يوقفوا معايا. بغيت ناخذ شي بارتمان ب 12 مليون
كاينين بارطمات ب 12 مليون كاينين في الشلالات بغيت ناخذها وبغيت نتزوج وما نكذبش عليك وهاد انا يتيم ما عندي لا مي لا با لا والو ما والو ما كتبتش انا خصك لا بغيتي دبر تلقى الناس اللي تيساعدوني هذا اللي تيصيفط لك ساك من برا هذا اللي تيشري لك الحوايج من هنا وكشي وتعاونوني هما اللي واقفين معايا هما اللي تيوقفوا معايا ولاد الناس وخويا معاد الله يرحم ليه الوالد تاعو تاهو واقف معايا وشاد ليا لاشين تاعو ولد الناس هذا ولد الناس والله يخلي ليه الوالده تاعو والله يرحم الوالد تاعو ويوسع عليه القبر ويرحم لي با وامي ويرحم المجموعين كلهم وتنتمنى انا من المغاربه كلهم يساندوني وانا تنتمنى من الناس الكبار بغيت بارطمان صغير ب 12 مليون بغيتش انا بارطمان ب 40 مليون ولا 36 مليون ولا 50 مليون ولا فيلا انا بغيت بارطمان اللي دايره 12 مليون ميني بارطمان اللي فيها صال وبيت النعاس وكوزينه حاشاك طواليط هادشي اللي بغيت ما بغيت حتى حاجه الرقم تاعي 06 25 30 68 02 وتنطلب من الشعب المغربي يديروا لي شي ابوني وشي جيم ويحركوا لي الزراس راه قربت الحق ل 100000 ابوني يلا عندي دابا 93000 ابوني و500 وتنتمنى شويه من تاكل منا وتاكل منا وتعيش الراس انا ومسعود انا القميص تاعي لبستو راه نتوما عرفتوا هذه السميه سميت هذه السميه حكيمي هذا حكيمي انايا كان عزيز عليا وباقي عزيز عليا انا تنموت على حكيمي وانا لبسته توني تاع حكيمي علاش مسعود عزيز عليا كل ما كانش عزيز عليا مسعود ما لبسوش اللبس تاع حكيمي هذا راه ولدي وخويا وصاحبي وحكيمي تا هو حكيمي تلعب في المنتخب المغربي خويا وصاحبي والرجول والسيوف الثقال في الكره ما تيبيع لا ماتشات فيه التخلويط لا والو هو راجل وتمسعود راجل علاش عزيز عليا حكيمي تلبس التوني النمره جوج وسميتو حكيمي هاهي سميتو حكيمي علاش انايا عزيز عليا حكيمي وعز عليا مسعود كل ما كانش مسعود حكيمي راه لبسنا لك التوني تاعك ها شوف حكيمي راه بوسني يلا جي نعس يلا نعس هنا ها هو نعس